انا سامع قال حميتي بيظهر في قناة الحدث وقناة العربية، وانه زار يوغندا وزار اثيوبيا ومشى جيبوتي وجا اثيوبيا وجا حمدوك هناك وكده. انا شخصيا والله بتمنى انه حميتي يكون حي، ما يكون مات. اتمنى انه يكون حميتي، يعني انا داير اعرف الى ايامك يا تمدى. قال احنا ما ضد الجيش، ونحن ما دايرين ندخل الجيش في الدعم السريع، وما عندنا مانع من الدمج، والجيش لازم يعترف بانه الحرب انتهت، وهو لسه، ونحن حنجيب للشعب الديمقراطيه وضد الكيزان. فالكلام ده هل هو بيفتكر فعلا عاقل انه بقى ممكن يخش راس ناس؟ هل بيفتكر الكلام ده؟ يفتكر يعني نحن القوات المسلحه دي ما انت اللي غدرت بيها؟ ما انت رفضت القوات المسلحه لما جات اللجنه بتاعتنا واللجنه بتاعتكم في ورشه الترتيبات الامنيه، وانت كنت داير 10 سنه او 15 سنه، وناسنا قالوا لك لا، بدوا معاك من 9 شهور ووصلوا سنتين، وانت رفضتها، انت رفضتها لانه اولياءك من الترويكا والانجليز والامريكان قالوا لك ارفض. قال لك ارفض، رفضت انت الدمج ده، تيجي تقول نحن بدينا نحن مع عساكرنا تغدوا مع عساكرك في الحرس الجمهوري في القياده وفي القصر الجمهوري وتعشوا معاهم، وانت غدرت بهم الصباح. ما انت الحنست بيمينك، انت بسبب غدرك ده، بسبب غدرك ده ماتوا مئات الضباط ومئات الاف الضباط الصف والجنود. يا اخي انت بتتخيل انه كيف تاني ممكن تاني يقبلوك في الجيش؟ انت متخيل تاني تجي وتاني في زول يحييك؟ تجي ماشي في شارع خرطوم دي تاني زول يحييك ولا ضابط في الجيش؟ انت لازم تفهم انه عندك مشكله، مشكله مع الجيش والقوات النظاميه، ومشكله مع الشعب السوداني. المشكله شنو؟ انه انت حتى الضباط اللي بالمعاش النزلون الكيزان والفلول دي، انت العمر 70 سنه والعمر 80 سنه مشيت لهم في بيوت وطردتهم من بيوت وخديتهم في الاسر وبشتمت اسرهم وغضبتهم واخذت مجهود عمرهم، خليك من غيره ما خليت ولا ضابط بدون استثناء. انت بسبب غدرك وخيانك ما في دفعه في القوات المسلحه دي، بالذات في الخدمه ما عندهم شهداء. انا دفعت بها 21 شهيد غير المصاب، ناس بنعرفهم حق المعرفه، بسبب غدرك قتلوا ورملت نساؤهم وسكلت اماتهم ويتم ابنائهم. انت فيها تدفع، انت ما عم فيها قتلى ولا جرحى ولا شهداء. العساكر من جندي لحد المساعد يا تدفع، ما فيها ما ناس ماتوا غدر بسبب غدرك وخيانتك دي. الموضوع بقى موضوع اكثر من كده، موضوع شخصي. انت مفتكر الناس ثاني انت ممكن تجي رايح الدوله دي وعسكري يحييك ولا ضابط يحييك؟ ومشكلتك مع الشعب السوداني انت لا تمادى بتفتكر بتتعامل مع عقول الناس؟ ده شعب متعلم، المتعلمين في الشعب السوداني ما اقل من 25 مليون، دي اللي حملت بكالوريوس، في قريب 10 مليون حملت الدكتوراه والدبلوم والماجستير دراسات عليا. انت للاسف بتتعامل بس ازاي، انت بتفتكر انه الناس يصدقوا منك انت دار تجيب لهم الديمقراطيه ولا؟ طيب لو ده كنت دار تجيب الدكتاتوريه كان عملت شنو؟ كنت كان عملت شنو انت؟ انت اللي بتوعد وتوفي ما بتوفي؟ انت اللي هتكت الاعراض وطردت الناس من بيوت وعربات، والواحد تجي تدق له الباب تقول له بكره ما القاك هنا، ولا تشيل قدام وتشيل عربات وتشيل هنا تشيل المفتاح، حاج عمرها 80 سنه تدقها بصوت في راسها تستنجد بالله تقول لها في الصافيه دي، تقول لها نحن الله ما بنمرقنا من هنا ناسك؟ انت ده انت بتفتكر الشعب ده علاقته؟ الموضوع بقى موضوع شخصي، دار شخصي. النفره اللي قامت هسه دي ما قامت لاي حاجه، قامت لانه اي واحد من الملايين المتضررين ديل دار شخصي. انت بتصدقك منو انت؟ انت لحد هسه ناسك ناس كيكر والبيش خشوا الجزيره ونحن بنامنكم وتعايشوا وما في حاجه، عدموا الجزيره التوك توك العربيه الركشه الموتر هتكوا امنوهم مكروا بهم وقتلوهم تقتيل. لحد امس وامس دي في رفاعه وفي جزيره عرب وفي المدينه عرب وفي المناقل وفي المعالق بعد ما امنتون، تامن شنو انت؟ انت بتفتكر منو ممكن يصدق الكلام ده يعني؟ يعني ممكن منو؟ الموضوع يعني شيخنا بقى فات حق المفاوضات، والله ما تنزل في الخرطوم دي لانه في الاف الضباط عندهم تار شخصي معاك، والاف العساكر عندهم تار شخصي معاك، وملايين الشعب السوداني عندهم تار شخصي معاك. انت بتفتكر ممكن تمضي اتفاق وتاني تجي تزور الشماليه وتزور الجزيره وتزور الخرطوم وتمشي بور السودان تتجول؟ والله لو راكب دبابه يحرقوك فيها، لو راكب طياره يحرقوك فيها، لو جاء حرسك شفت بايدن ذاته نتنياهو اي عقال هنا ستقتل. في مليون زول عنده معك تار شخصي، ما مليون 20 مليون تار شخصي، خليك من الضباط.
وانت يا حمدوك خلافي بتقول دار تجيب حميدتي ودار تجيب انت، ده ما سبب الاذى ده كله. انت القبول اللي جيته في الشعب السوداني ده اللي قبله مع اجماع. انا واحد من الناس اللي كتبته وشكرتك وقلت يا اخي اشتغل وتقبى مهني. انت ده وزير وزاره ماليه تقديم معاك البدوي، ما انتوا صدقتوا للدعم السريع ده قوه وكانت ما تعملها 15 ولا 20,000 رفعتوها ل 120,000 من مرتب من الماليه. ما انتوا صدقتوا الكلام ده؟ ما انت هيبه دي هي قالت وزيره ماليه تقديم قالت هي اللي سلطت على شركات الجيش وشركات الجيش وزادنا ودعم منظومه الدفاعات والمال العام، وقالت لا الدعم السريع شركاته ما 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 في حاجه ما لقينا فيها شيء، وما دفعت ضريبه واحده للبلد. ده ما انت، ما انت اللي جبت عرفان صديق والامم المتحده وفولكر والترويكا دي اللي انت جبتها انت. الدعم منو؟ المحنه اللي احنا فيها دي ما انت. ما انت اللي رفعت الدعم ورفعت الكهرباء ورفعت وخديتنا في المحنه السياسيه دي انت. انت دار تجيب شنو ثاني؟ وانت كنت قاعد قلت الشغل غلبني واستغلته. ثاني بصدقك منو انت؟ انت ما كنت غلبتني ومشيت. هسه دار تيجي تعمل فيها هنا احسن تنضم وتسكت. وزي ما قال السيد القائد العام، نحن ثاني اللي بنتعامل مع الدعم السريع ده هو نفس الجرائم اللي حتلبسه. احسن لك اسكت قبل ما الشعب السوداني يعمل يعني موضوع شخصي معك زي ما عمل مع حبيبتي، والنفره المرقه دي ثاني ما فيها رجعه. واي واحد شايل له سلاح شايل سلاح بيتار شخصي معيز ولا لابس دعم سريع. وزي ما قال السيد القائد العام، المفروض الليله طوال وزاره الخارجيه توضح، ترسل رساله للخارجيه في اوغندا وفي اثيوبيا وفي جيبوتي، يوضحون الزول ده جاكم؟ لو قالوا جاهم طوالي السيد البرهان يشوف المعارضه المسلحه في اوغندا وفي اثيوبيا وفي جيبوتي ويجيبهم هنا يستقبلهم في مكتبه هنا ده في الخرطوم، طوالي يسلحهم. المعامله بالمثل للقانون. قالوا ما جانا طوالي حكومه السودان، واي مواطن متضرر من الحرب دي ال 15 مليون اللي تضرروا ضرر مباشر وال 15 الثانيين ضرر غير مباشر يفتحوا بلاغ طوالي في قناه الحدث طوالي والعربيه. لانه هي سبب في شعة الكذب والنفاق واطاله ابد الحرب دي. ما في نحن الا بتين يعني دي منتهى السذاجه، ما تقول لي يعني ديمقراطيه وفلول وخيزان، انت هسه مع ناسك ذاتهم هم ذاتهم ناس حسبوا وناس منو ما هم ذاتهم. انت جبتهم في نيابه ما كلهم خيزان. انت ده انت الديمقراطيه لو قدرت تجيب الدكتاتوريه كانت تعمل شنو؟ واحد سالني من ابليس قلت له يا اخي ابليس طالع دوره لامادي من الدعامه عشان يتعلم معاهم، لانه انتوا اللي عملتوه ربنا مسخهم قرود ما عملوا. المساخون قرود قالوا لهم يوم السبت ما تصيدوا سمك، امتحان. بيقولوا يرموا الشبك يوم الجمعه بالليل، ويوم الاحد يلقطوا هو السمك، دي كل جريمتهم. لا لا هتكوا عرض، لا زنوا، لا اغتصبوا، لا روعوا، لا قتلوا، ما عملوا اي شيء من حياتهم، الله قال لهم قرود، انتوا عمل لكم شنو؟ انتوا لو الله مسختكم قرود ذاتوا شويه. انتوا الموضوع شخصي، انت المفروض مش انت فت حد القصاص والبغي والحرابه ذاتها. في الحرابه قال ما ان يقتلوا، انت المفروض يجيبوك مين اصبع كره عقده تبدو طلقه 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 لحد ما تصل راسك تقتل 100 قتله. انت واخوك وكل من لبس الدعم السريع. ما في حاجه يا سيما ده موضوع خلاص ما الموضوع بقى ما فيه اي حاجه لا مفاوضات لا هناك بتحله. لو اي زول مضى معاك ما بتقدر تمشي في اي مدينه من مدن السودان دي. لانه يكون في مليون بندقيه موجهه لك. انت اللي فرتكت القوات النظاميه والشرطه دي يا حمدوك، انت اللي فرتكتها. الاف الضباط حجتهم قطعت عيشهم وشردت ابنائهم، انت اللي فكيت حياه العمليات بقرار منك من حكومتك وقرار حكيت حق العمليات دي وشردتهم. انت رمى عشان الدعم السريع يتمدد، انت اللي اديتهم المغرات دي. انت سبب المحنه اللي احنا فيها دي، فاحسن تنضم وتسكت. فاحسن تنضم وتسكت قبل ما يبقى الشعب السوداني برضه خدتك كتار شخصي زي ما قاتل الجماعه دي. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. كل سنه وانتم طيبين.